بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللاعب احمد رجب امام حسن من طريق شطنوف المنوفيه، سني 20 سنه، عداء نادي الاهلي 100 و200 و4 في 100، والحمد لله بفضل الله رقم واحد في مصر برصيد بزمن 10 ثواني في ال 100 متر و20 98 في 200 متر وبطل مصر بقى الحمد لله. الحمد لله يعني. لا، في الاصل ان انا لعيب كوره مميز، بلعب باك ليفت، لعبت في بعض الانديه في مصر، لعبت في نادي الزمالك 5 سنين ناشئ متعلم الكوره في نادي الزمالك، ولعبت في الترسانه، ولعبت في ام 6 شهور، وكان في بعض الانديه بس ما استمرتش فيها عشان خاطر كنت مستمر في العاب القاع عشان خاطر اثبت قدرات اللي عندي الحمد لله موهبه من عند ربنا، موهوب بالسرعه. كانت أصعب المواجهات بصراحة اللي واجهتني في حياتي في الكورة كانت الماديات، كانت بتبقى صعبة عليا شوية، بس كنت بعافر فيها وكنت بدوس، كنت بوفر على نفسي حاجات كتير قوي عشان خاطر أقدر أروح التمرين. لما جات لي بتروجيت رحت بتروجيت، بس في نفس الوقت ما كانش ينفع أسيب نادي الأهلي، إن هو كان نادي الأهلي كان محتاجني جدا. وكنت بروح أتمرن في بتروجيت الساعة 10:30 الصبح مع كابتن شريف بيومي مواليد 99، وكنت بعديها بفضل قاعد في الشارع بتاع حوالي 4 ساعات، اللي هو كنت بخلص تمرين الساعة 1 وافضل من 1 لـ5 في الشارع، وبعدين اروح التمرين الساعة 6، وكل يوم على نفس الموضوع. بس انا ما اتجهتش للكرة في الوقت ده لان انا ما رضيتش اسيب الراجل اللي هو واقف جنبي وخلاني رقم واحد في مصر الحمد لله. فمتأكد ان بالدليل اللي انا عملته ده، ان انا ما بصيتش لحاجة، ان انا متأكد ان انا هاجي في يوم وربنا هيرجعني تاني للكرة، بس في مكان كبير جدا. كانت المعاناة كانت صعبة جدا، كانت الماديات كانت معايا ما كانتش مظبوطة، كنت بحاول ان انا اجمع، كنت مثلا باخد المصروف ما بصرفوش كله عشان خاطر اخده معايا، اخد الباقي منه تاني يوم، وكنت بعافر فيه عشان خاطر اعدي. ما كانش عندي امل، كان عندي امل، عندي امل ان انا مهما الدنيا تحصل حتى لو اروح التمرين مش هروح، من الموهبة اللي عندي بتصعب علي ان انا اسيبها، ومتأكد ان انا هاجي في يوم بظروف والحاجات اللي انا تعبت فيها دي كلها، متأكد ان انا عشان تعبت وعملت ده كله متأكد، وبفضل الله متأكد ان انا هوصل، وان شاء الله انا متأكد ان انا هوصل بالظروف، الظروف اللي حصلتني يعني لو فضلت احكي مش هتخلص. بس انا بقول الحاجات اللي انا فاكرها كويس جدا وحاجات اللي انا مش هنساها. مثل الاعلى كابتن محمد صلاح، وان شاء الله طموحاتي ان انا ان شاء الله ابقى لعيب كوره، متأكد ان انا بإذن الله وثقة في الله ان انا هبقى بلعب بمثل منتخب مصر كباك ليفت، ومتأكد من واثق من ربنا، ومتأكد ان انا مسير ان شاء الله في يوم هلعب في الدوري الانجليزي في خلال 3 سنين ان شاء الله بإذن الله. وطبعا بشكر ابويا وامي وبشكرهم جدا ان هم عانوا معايا كتير، عانوا معايا في المصاريف وفي حاجات كتير جدا، والحمد لله اقترب صلاة الحمد لله بشوف المغرب. لما سلمة بتتكسر بدعوات أمي وأبويا يدوم بتتحط، وبكمل وبدوس وبطلع على السلمة دي، والحمد لله بقدر أحقق من خلال الدعوات بتاعتهم. وطبعا متأكد وإن أنا طول ما أنا مع ربنا وماشي صح، ما بعملش حاجة غلط، وما فيش حاجة في دماغي غير إن أنا أتعب وإن أنا أوصل، متأكد إن شاء الله بإذن الله وثقة في الله، متأكد إن أنا هوصل، متأكد بإذن الله بدعوات أمي وأبويا، متأكد إن أنا هوصل إن شاء الله، وهمثل منتخب مصر، وان شاء الله هبقى في مكانه كويسه زي الكابتن محمد صلاح، متاكد باذن الله ان انا اوصل له. بدات اول سباق ليا كان في 200 متر، كانت اول بطوله ليا خالص عداء، كان الامر كان صعب عليا قوي، بس الحمد لله بفضل الله بالموهبه السرعه اللي عندي قدرت ان انا اخد البطوله، فكانت 200 و4 في 100. وبعديها كابتن مدحت عبد النبي يعتبر من اعظم المدربين في مصر، اكتشفني في ال 100 متر، عملت في ال 100 متر 10 60، كانت اول جري اجريها كان بالكوتشي، وبعدها دوست كتير في ال 100 متر وركزت فيها هي وال 200، الحمد لله حققت ارقام خياليه كبيره جدا في ال 100 متر. حطيت اول، كان سباق ليا، كان اول سباق ليا 10 85 الكتروني، وفي ال 200 متر 21 21 90، والحمد لله بفضل الله الكابتن محمد كمال طبعا ليه كل الشكر وكل الشكر لفرقتي، اتمرنت كويس جدا في ال 100 وفي ال 200، وحطيت فيها ارقام خياليه جدا بموهبه السرعه اللي عندي. بس يعني انا لعبت اللعبه دي عشان خاطر اثبت فيها القدرات اللي هي عندي، اللي هو الحمد لله وشكر الله بقت اسرع لاعب في مصر، واسرع لاعب في مصر دي اكيد
دي اثبتتني ان انا لما العب كوره هكون مميز جدا فيها، وهقدر احقق انجازات كبيره جدا في مصر والمنتخب مصر في كره القدم كباك ليفت، لان باك ليفت دي مش متوفره في مصر. فانا الحمد لله الناس كتير قوي بتشكر فيها ان انا مميز فيها جدا، وان انا هبقى حاجه كويسه جدا فيها. انا اصلا كان مركزي هاف شمال وهاف ليفت، بس لما لعبت باك ليفت لقيت نفسي فيها وبقيت بادي فيها كويس وبهدف منها بسرعات اللي عندي، بصراحه بتساعدني في حاجات كتير جدا ان انا بقدر احقق. والحمد لله عندي بطوله عرب يوم ان شاء الله يوم 5/4 بمثل منتخب مصر في ال 100 وال 200. الحمد لله عملت اول وثاني في اول سنه ليا في الدرجه الاولى، اصغر لاعب صاعد 20 سنه، والحمد لله لعبت ال 100 وال 200، والحمد لله عملت في ال 100 10 50 وفي ال 200 21 80. 21 80 دي يعني كنت متخيل ان انا اعمل رقم اكتر من كده، بس الظروف كانت صعبه جدا، والحمد لله برضه ما اتنزلتش عن البطوله وقدرت اجيبها الحمد لله، وحققت فيها ارقام خيريه برضه جدا. والحمد لله عندي القدره ان انا اعمل رقم عالم والعب بطوله عالم، مش بعيد عليها بس هي محتاجه جهد شويه. بس انا في الاول في الاخر حاطط في دماغي الكوره، اللي هو انا ارجع الكوره والعب فيها، لان انا متاكد ان انا لو لعبت كوره هحقق انجازات كبيره جدا. فانا ان شاء الله بتمنى من ربنا ان اوصل للحته دي، او فرصه واحده بس تجيلي اللي هو بس العب ماتش، اي ماتش ودي ان انا ممكن العبه. انا الحمد لله والشكر لله مش غرور ولا حاجه، انا واثق من نفسي ان انا اقدر العب على اي حد في مصر، وبالموهبه اللي عندي دي انا متاكد منها، دي حاجه من عند ربنا انا بتكلم عنها مش بتكلم عن نفسي. فانا متاكد ان انا لو وصلت وخدت فرصه حتى لو 5 دقائق حاسس ان انا هحقق فيها حاجات كتير جدا. بس انا بلف وبدور وبشوف وبسال وكتير قوي بيقول لي انت المفروض توصل المفروض تكمل، وفي ناس كتير بتقول لي كمل في العاب القوى، انت لو كملت فيها هتلعب بطوله عالم مستريح. بس انا في الاول وفي الاخر انا حاسس نفسي ان انا في الكوره، لان بطوله عالم مستريح. بس انا في الاول وفي الاخر انا حاسس نفسي ان انا في الكوره، لان عندنا في مصر العاب القوى دي مش مسمعه قوي، بس انا ممكن لو ادوس على نفسي اطلع بره واسمع فيها. بس انا برضه حابب ان انا اكون متواجد في الكوره، وحاسس ان انا ليا مكان في الباك ليفت بالذات في مصر، عشان كده انا بشتغل على نفسي كتير وبدوس. وفي البطولات برضو لازم انا يعني انا اخر سنه ان شاء الله ليا في العاب القوى دي، وبعدها هتجي للكوره. بس انا حبيت ان انا قبل ما امشي من العاب القوى ان انا اعمل بصمه، اللي هو انا اثبت ان انا فعلا ابقى رقم واحد في مصر بالموهبه اللي ربنا مديها لي. والموهبه اللي ربنا مديها لي دي انا متاكد ان شاء الله باذن الله ان انا لو جات لي فرصه في الكوره، لو حتى لو فرصه بسيطه جدا، انا متاكد ان انا اعمل فيها حاجات كتير جدا. والكلام ده ناس كتير قوي بتقول لي، بيقول لي انت لو لعبت كوره هتبقى مميز جدا، حاول تشوف وحاول تسال. بس لازم الواحد يبقى ليه ظهر، عشان كده انا بنيت لنفسي ظهر في العاب القوى ان انا اثبت القدره اللي عندي، ان انا اثبت موهبه السرعه اللي عندي. والحمد لله اثبتها بفضل الله، قدرت احقق كل الشهادات اللي قدامكم دي، وبالكاس وبالميداليات الحمد لله قدرت احقق فيها. والحمد لله لما حققت فيها خدت ثقه كبيره جدا في الكوره. الاول لما كنت بلعب كوره كنت بخاف، كنت بلعب ده في الترسانه وفي الزمالك كنت ببقى خايف ومتردد كده. الحمد لله بفضل الله لما اثبتت كل الحاجات دي وان انا بقيت رقم واحد في مصر قدرت احقق، ما بقتش اخاف من اي حد، وبقيت احب ان انا اوصل، وبقيت احب ان انا انجح، وبقيت احب ان انا اجتهد. وده كله طبعا بفضل الله، وبحاول ان انا اتعب الطاقه. ايه التمرين العاب القوى طبعا لعبه عنيفه جدا، مش اي حد بيلعبها في مصر، مش اي حد بيستحمل التدريبات بتاعتها، ومش اي حد بيستحمل البرامج وشغل الجيم بتاعها، مش اي حد بيستحمله. انا ببقى حابب ان انا استحمل الشغل ده، لان الحمد لله اللياقه البدنيه اللي عندي من العاب القوى بفضل طبعا مدربي الكابتن محمد كمال، هي دي الحاجه الوحيده اللياقه البدنيه تخليني اكمل عمري طويل جدا في الكوره، ولا بتخليني العب طول الماتش مستريح. حتى في دوري مراكز الشباب كنت بنزل 90 دقيقه بني ببدا من اول دقيقه لاخر دقيقه بنفس الريتم وبنفس المستوى. ده طبعا بفضل الكابتن بتاعي، بفضل ربنا ان انا لما بلعب العاب قوه بتمرن تمرينات. بتتعب، بتلكتك الجسم، حاجات كتير قوي بتحصل في الجسم، بس انا بدوس وبعافر وببقى متاكد ان انا لما هتعب هلاقي. وفعلا الحمد لله سباق ال 100 متر ده غريب جدا، يعني انا كنت طالع من على البلوك بتاعي كان المنافس بتاعي كان مديني 5 متر. الحمد لله بفضل الله من بعد 50 متر بدات سبق تاني خالص الحمد لله، وعملت رقم يعتبر افضل تالت رقم اتعمل على مستوى مصر، رقم مصر 10-13 الكتروني، انا عامل 10-50، تاني افضل رقم 10-30، وانا بقالي سنه واحده بس في اللعبه وعملت 10-50 بفضل الله، وطالع من على البلوك متاخر. يعني لو اجتهدت شويه كمان وقديم في اللعبه مثلا كنت كسرت رقم مصر، كنت لعبت بطوله عالم من وانا عندي 19 سنه، وانا دي بدايه تاني سنه ليا في العاب القوه.
والحمد لله بفضل الله قدرت احقق الكاس ده، وقدرت احقق الكاس ده، وقدرت احقق الميداليات دي، وقدرت احقق كل الشهادات اللي قدامك دي. والحمد لله والشكر لله، كل ده بفضل الموهبه اللي ربنا اداها لي. وانا نفسي الموهبه اللي ربنا اداها لي دي استخدمها في الكوره، لان انا شايف نفسي فيها. انا كتير قوي شايفين ان انا مماس في العاب القوه وحاجه جامده قوي فيها، والحمد لله اتشهرت فيها جدا بفضل الله. بس انا حابب نفسي برضو ان انا اكون في الكوره، لان انا متاكد ان انا لو لعبت كوره الحمد لله والشكر لله من الموهبه اللي عندي، متاكد ان انا مش هقعد بيها في مصر، متاكد ان انا هوصل بره. بس هي كل الحكايه ان الواحد بيتعب وبيعافر عشان خاطر تجيله